مش احنا قلنا في اما حصتين ان ده السبك ليبيا الارض اول ما يوصل عند الاوتر بوردر بتاع الاجزاء الفلسطينيه هيغير اسمه، وبعد ما كان اسمه سبك ليبيا بقى اسمه اجزله. حد فاكر الاكسلري ده كان بينتهي بتكوين ايه؟ البريك. اذا معلوماتي القديمه انا ممكن استثمرها. بيقول لي ايه بقى؟ ما هو الاكسلري فين؟ اكيد عكس القطر. يعني يا جماعه القطر هيبقى ناس والفين نازل كان فيه؟ طبعا لا، الفين طار. معنى كده المفروض ان في فين اسمه بريكيا هو اللي هيعمل الاجزله، والاجزله اول ما يوصل عند الاوتر بوردر هو اللي يعمل مين يا جماعه؟ يعني العكس. يبقى الحتة دي خلصانة لوحدها أصلا، مجرد كلمة نكتبها، كلمة نكتب إن الفين عكس الأرتري. الأرتري كان بيبدأ فوق، الفين يبدأ تحت. كان عندي سبك ليفيان بقى أكسلري بقى بريكيان، يبقى كان عندي بريكيال بقى اجزله، يبقى ايه يا جماعه؟ سبك ليفيان. هي نقص، واوعى تنسى دي هتخدمني جدا في القبر. طول عمر اسم الفين زي اسم الارض. واقول لك دليل، مش قلت لك ده اجزله لارتري زيه في اجزله لفين؟ بعد كده مفيش أوردة على أسماء الشرايين. آخر عهدك بالكلام ده الأكسلري بس. إذن هناخد شريان اسمه ألنر، ما تقوليش في ألنر فين. هناخد شريان اسمه ريديال، ما تقوليش في ريديال فين. هناخد شريان اسمه بريكيال، ما تقوليش في بريكيال فين. قال لا، بس انت قلت يا دكتور ان فيه. لا. اذا وداعا اسماء الاورده ما عادتش اسماء الشرايين، انه الفراق. أسماء الأوردة ما عادتش أسماء الشرايين يا شباب. آخر عهدي بالكلام ده كان الأكسلري بس. طب أمال يا دكتور مين اللي هيكونه بقى؟ ما أنت قلت مفيش بريك. هناخد في وقت من الأوقات وليد. بيبدأ بحرف البي زي كلمة بريكيا، كأنه تعويض عن البريكيا. الوريد ده هناخده بالتفصيل في وقت من الأوقات، وهنعرف إنه بيمشي على الميديال سايد بتاع القبر كله. بصوا حتى يا جماعة بالعقل، هو ما وصل على الميديال سايد في الاخر يوصل الاكزيلا ولا لا؟ هيوصل. وريد يعتبر وريد اساسي في بقيه القبر. هو كلمه اساسي يعني ايه يا جماعه؟ بيس اسمه باسيليك فيل. هناخده بالتفصيل. يبقى كل اللي انا عايزه النهارده
اوعى حط وريد على اسم شريان تاني، خلاص. يعني يا دكتور لما ننزل تحت شويه في الفور ارم وبقول لك خلاص اخر عهدك في الكلام ده. اخر عهدنا ايه يا جماعه؟ الاكسلر. من اول بعد الاكسلر الشريان ليه اسم والوريد ليه اسم، والدليل على كده ان انا ما استخدمتش وريد اسمه بريك. ما فيش اصلا وريد اسمه بريك. امال مين يا دكتور اللي بيحل محل؟ قلت لك وريد هناخده بالتفصيل مكانه فين مؤقتا على الميديال سايد بتاع الابر. فعلا لو انت طلعت معاه للاخر هيوصلك للاكسله فعلا. اكمنه وريد اساسي، وكلمه اساسي يعني بيز. هذا الوريد يستحق لقب ايه يا جماعه؟ بازل. حد يقدر يقول لي علاقة الاكسلري ارتر بالاكسلري فين ايه من غير ما ذاكر ميديا؟ مش احنا خدنا الثلاث سكاشن كان دايما الاكسلري فين بيبقى لاترال للاكسوري، بيبقى ميديا للاكسلري ارتر. معلومة كمان دلوقتي انا معايا اكسلري ارتري ومعايا اكسلري فين. احيانا ربنا يخلق الارتري والفين في غلاف واحد في كيس واحد. افرض ربنا خلق الاكسلري ارتري وفين في كيس واحد، عارفين ساعتها هسمي الكيس ايه؟ اكسلري شيس. ما هو كلمة شيس يعني غلاف، زي ما خدنا في يوم من الايام في السوركس شيس اسمه كاروتة شيس. اذا اهم معلومة تطلع بيها عادش في أوردة على أسماء الشرايين خلاص. الوريد بقى ليه اسم والشريان ليه اسم تاني. آخر عهدنا بالكلام ده الأكسلري بس. بدليل مش أنا كنت أعرف إن الأكسلري ينتهي بتكوين البريكيال؟ المفروض يبقى عندي بريكيال فين هو اللي يكون الاكسلري بقى. قلت لك لا، الاسماء اتغيرت وحتى الاسم بتاع النهارده سهل، بيبدا بحرف البي زي كلمه بريكي، وكمنه وريد اساسي سميناه يا جماعه بازيليك. حلوه. دلوقتي هناخد شوية عضلات، بس عضلات بجد عضلات. اللي مش هيعلم معايا بعد الحصة طبعا ويشوف انا هشتغل ازاي وايه الكلمات المؤثرة اللي انا هستخدمها، صدقني هيتعب فيها لانها رخمة. صحيح عضلات بتربط الأبر مع العمود الفقري، بتربط الأبر لم مع العمود الفقري. طب العضلات دي ألاقيها في جسمي قدام ولا ألاقيها ورا؟ أكيد. أمال العمود الفقري بيعمل إيه؟ أول عضلة خدنا اسمها قبل كده، اسمها على اسم ترابزين السلم.
اسمها ترابيزيوس، ليها 5000 اورجن و5000 انسيرشن. لو انا حفظتهم عمياني مش هقدر اجيبهم بصراحه، لازم اشغل عقلي. اول سؤال بنساله لنفسنا، اين توجد العضله؟ سؤال مؤثر قوي قوي قوي. هجاوب السؤال، وهي العضله دي قدام ولا ورا الاول عشان اكون فاهم؟ ورا. بتبدا تحت دماغي على طول. يا دي عاليه قوي يا دكتور. وهتنزل اكيد تحت دماغك في قفص عدتك هتاخده معاك، وبعد كده هتنزل تشوف بقى الفقرات هتاخدهم كلهم ولا هتعمل ايه بالظبط، وهتفق معاك اتفاق. في الابر لمب كله لا تعامل مع اللمبر فيرتبري، وافتكر الكلام، لا تعامل مع اللمبر فيرتبري. طب افرض يا دكتور حاجة ماسكة في اللمبر فيرتبري، ممكن اتعامل معاها؟ انما انا بقول لك مفيش تعامل مع الفقرة نفسها. انسى ان انت تقول لي العضلة واخدة اورجن من فقرة اسمها لمبر، انسى، مفيش في الامر. اذا لا تعامل مع اللمبر فيرتبري في الابر. كلام واضح؟ قول العضله فين بالظبط هتبدا تحت دماغي. دكتور انا ما اعرفش حاجه يا دكتور في الدماغ. لا لازم نعرف حد. السنه الجايه هناخد العظمة دي في الجمجمة، اسمها العظمة الخلفية. ما هي اللي ورا اهي، اسمها اوكسيبيتال بون. اوكسيبيتال بون عليها كالجوعة اهي، على سطحها الخارجي. هو يا جماعه ما يبقى على سطحها الخارجي، اسمي الكالكوعه انترنال ولا اكسترنال؟ كالكوعه اهي مثلثه الشكل تستحق لقب اكسترنال. حد يقدر يقول لي اسمها اكسترنال ليه؟ بره على السطح الخارجي. هو انا قلت العظمه اللي ورا اسمها ايه؟ يبقى اسمها اكسترنال اوكسيبيتال. الكالكوعه لو مثلثه تستحق لقب بروتيوبرانس، يبقى الكالكوعة اللي في راسنا اللي تقدر تحسها بإيدك، أيوة تقدر تجيبها بإيدك، اسمها إكستر أوكسيبيتا بروتيوبرانس. حد يقدر يقول لي اسمها إكسترنال ليه؟ مبرر. طب أوكسيبيتا ليه؟ عشان على عظمة اسمها اوكسيبيت. طب بروتيوبرانس ليه؟ مثلث. بعد كده تنزل من دماغ سعادتك تلاقي فقرات. حد يعرف
اكتر حته ورا في الفقره اسمها سبايك، يبقى نقصد هلاقي سباين بتاع الفقرات. حد يعرف عدد الفقرات السيرفايكال كام؟ 7 حالات من C1 لغاية C7. أمر طبيعي جدا. الفقرات خلصت. حد يقدر يقول لي بعد السيرفايكال هلاقي ايه؟ طب الثوراسك عددهم كام؟ من 1 لغاية 12. نفترض ان دي 6، يبقى كده اتقسمت. ارسم، هو بعد الثوراسك فيرتبري المفروض في فقرات اسمها ايه؟ ارسمها؟ لا ليه؟ ما احنا اتفقنا في الابر مبدا قوي جدا، لا تعامل مع اللمبر فيرتبري. يبقى ده اخر، يبقى ده اخر يا جماعه. العضله بتاعت اسمها على اسم ترابزين السلم، اسمها ترابيزيوس. قال لي بتاخد اورجن من كل اللي على السبوره. انا اتوقع مش قلت لكم بتبدا تحت الدماغ، يبقى لازم تاخد حته من الدماغ. حد فاكر الحته اللي في الدماغ سميناها ايه؟ لا كلنا مع بعض، اكسترن اوكسيبيتال بروتيوبر. المفروض بعد ما اخد من الحته دي اخد بقى من C1 لغايه 7، وبعد كده من T1 لغايه كام؟ ده الاتفاق. لقيت كل ده صح، بس لقيته بيقول لي بلاش من C1 لغاية C6، إنما 7 معانا. استغربت، ما احنا كنا ماشيين حلو وكله ونخلص، اشمعنى يعني من 1 لـ6 بالذات؟ طب ما كان من 1 لـ7. تتصوروا السنة الجاية هنعرف ان من C1 لـ6 ليجامنت بيغطيها اهو. كده اخد منها ولا من الليجامنت اللي بيغطيها؟ اسمك ايه يا ليجامنت؟ سي سيرفايكال يعني في الافا. اسمه نيوكال ليجامنت. هتقولوا لي يعني ايه نيوكال؟ هقول لكم يعني قفا. ايوه ترجمها هتطلع لك قفا. يبقى بدل ما تقول لواحد انت ضربتني على قفايا والناس تسمعك يا دي الفضايح يا دي الفضايح، هقول له انت ضربتني على نيوكال ليجامنت يا ابني، يا ابني الليجامنت يا ابني. اذا الفهم حلو، كون اكتب لك واحنا بنعلم ان العضلة بتطلع من تحت الدماغ، يبقى انت تفتكر دي على طول اللي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ لا لا مش سامع خالص. external occipital proteobrace. وبعد كده هاخد من كل الفقرات اللي بتقابلني، بس لا تعامل مع اللمبر، انسى انسى، اتصرف من حته تانية، سيب لي اللمبر في حالها. اذا انا هخرج
من اول سي واحد لغايه تي كام يا جماعه؟ بعد كده قال لي لا، من سي واحد لستة بلاش. بلاش ليه يا ابني؟ قال لي متغطيين بليجامنت. عايز تاخد خد من ليجامنت بقى. ليجامنت بيغطي من واحد لست، اسمه ليجامنت في القفا. وكلمة قفا يعني نيوكل، نيوكل ليجامنت. واحيانا يدلعوه على فكرة يا جماعة، ليجامنتيا نيوكا، الاتنين صح. نيوكا ليجامنت صح، ليجامنتيا نيوكا صح. رائع. اذا العضلة طلعت من اربعة اورجن، بروتيوبرانس، الليجامنت، سي سبعة، من اول جي واحد لغاية جي كام؟ 12. عضلة ورا ورا اكيد هتمسك في العظمة اللي ورا معاه، العظمة اللي موجودة ورا اهي، اسمها عظمة ايدي يا جماعة. اسكت هرسمها. دكتور اوعى تغلط في رسمات، يعني يا دكتور لو رسمتها هنا هنضحك عليه. ليه يا بتضحك عليا ليه؟ دكتور ده هنا الرقبه يا دكتور، يبقى انت حاطط لنا العظمه في الرقبه. صور معاك حق والله، كويس انت لفت نظري لحاجه زي كده. رسمتها الصح قوي قوي قوي. المفروض ما بين تي 2 وتي 7، بس انا هكبر شويه بس عشان نشوف مش اكتر. انما لو انت عايز ترسم زي المذكره معلم، تحطها ما بين تي 2 وتي كام؟ 7. انا هكبرها شويه يا جماعه معلش عشان نشوف. طبعا ما بتنزلش عند تي 12، ما انا قلت هي من تي 2 لغايه تي كام يا جماعه؟ هعليها حتى شويه عشان نشوف برضه. نشتغلها كده مثلا اهو كده معاك. على فكره يا دكتور، هو انا كده المفروض مصور العظمه بالعظمه من قدام ولا من ورا؟ والله العظيم ما في دليل ان انت مصورها من ورا. معاك حق. حد يقدر يقول لي عشان اصورها من ورا ارسم ايه؟ السباين اهو، والسباين كان بينتهي بتكوين ايه؟ اكروميون. والاكروميون كان بيمسك في عظمه اسمها الكلف اهو، ده الترتيب الطبيعي. بص بقى العضله تمسك فين. العضله تنزل تمسك في ثلاث حاجات بيسلموا بعض. ازاي؟ هتمسك في البوستيريور بتاع الكلافيكل. امشي معاه يوصلك للميديال بتاع الاكروميون. ما هو هنا ميديال وهنا ايه يا جماعه؟ لا، يوصلك. طب يوصلك للابر بتاع السباين ولا اللور؟ الابر اهو. تلاتة بيخدموا بعض. لو مسكت في البوستيريور بتاع الكلافيكل يوصلك للميديال بتاع الاكروميون، يوصلك
للقمر بتاع مين يا جماعه؟ الاصبر. يلا على خيره الله نرسم العقرب. فايبر بقى بالهبل، فايبر بالهبل، ممكن اقعد ارسم فيها للصبح. هنكتفي بشويه الفايبر دي. العضله تلك هي الترابيزيوس. ايوه عضله الترابيزيوس، ذاكرتها بكلمتين. لا تعامل مع اللمبر فيرتبري، وده في القمر كله، وبدات تحت الدماغ. معلومة مؤثرة مؤثرة مؤثرة. عارف لو عرفت انها بدأت تحت الدماغ هتجيب البروتيوبرانس وينزل، واوعى تقرب للنمر. ادي القرش ورا، يبقى مفيش غير الاسكابيولا. طب يا دكتور ما انا عايز ازود الانسرش، اشمعنى الاورجن كتير؟ مالكش غير حل واحد وهو الاكرومي، لانه بيمسك في مين؟ في الكلام. وقلت طب افرض خدنا عضله الحصه الجايه مسكت في الانتيريور بتاع الكلام، حد يعرف يقول لي هتمسك بعد كده فين؟ في اللاترال بتاع الاكروميوم. طب وبعد كده فين؟ في اللور بتاع السباين. اوعى تنسى اللفه دي، ضعف النفوس بيفصلوا ما بين التلات. هو انا قادر احفظ العضله لما انت تفصل لي بين التلاته؟ ادي الاورجن، وادي مين يا جماعه؟ الانسرشن. النيرف سبلاي ممكن يبقى سؤال قوي 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 في الامتحان. اه والله، بس مش هيجي كده يعني. ازاي؟ انتوا قلتوا العضله دي بتبدا فين؟ لغزها انها بتبدا فين؟ تحت الدماغ. عندي 12 عصب بيطلعوا من مخنا من تحت دماغنا، واخدتهم في الفسيولوجي، اسمهم كرينيال نيرفس. يا ترى وانا تحت الدماغ استفيد من الكرينيال رقم واحد ولا رقم 12؟ 12. بس رقم 12 هنعرف السنه الجايه انه مسؤول عن اللسان، يبقى الحل في 11. اسمه 11. 11 ده تصرفاته سخيفة، مش مسؤول، يضيع فلوسه على ايه؟ على شوية اكسسوار، راكب عربية معفنة، ورايح بقى عند الزعيم عامل شغل ومفيم بقى. ايه ده؟ يا ابني العربية كلها ما تسواش 5000 جنيه يا ابني، وحاطط فيها اكسسوار ب 20000 جنيه، انت بتستعبط؟ لو حد شافك كده هيقول عليك عبيط، هيقول عليك واحد بتاع اكسسوار. وفعلا النيرف اسمه اكسسوري، بتاع اكسسوار، اسمه اكسسوري، ولازم تبقى فاهم. 12 لا ليه؟ لانه مسؤول عن اللسان. يبقى الامل في مين يا جماعه؟ في 11. عارف لو جالك سؤال كل عضلات الطرف العلوي سبلايد بالبريكيال بلكسس ما عدا مين؟ ما عدا دي. شفت بقى السؤال قوي ازاي؟ هو هيقول لك كل عضلات الابر لمب سبلايد بالبريكيال بلكسس. طب ما انا عارف ان كلها بالبريكيال بلكسس ما عدا واحدة، هتقعد تدور عليها. البكتوراليس ميجور، ميديال بكتورال بكتورال، الدومين بريكال بريكسس، و لا دومين بريكال بريكسس، والسيرفيتاس لونج ثوراسيك نيرف،
لا برضه امريكان بريكسس. والامريكان بريكسس يبقى الامريكان بريكسس. ودماغك يا عيني هتضرب. العضلة الوحيد اللي في الابر لين مش سبلاي في الفريكيا الفريكسس هي الترابيزيس. لو لقيت عضلة غيرها يبقى ليك الكلام يا عم. شفت بقى معلومة انها بدأت تحت الدماغ فرقت معايا ازاي؟ اقسم بالله فرقت معايا في القرش وفرقت معايا في النيرف سبلاي. وشفت معلومة لا تعامل مع اللمبر فيرتبري خلت عندي حدود اخر ايه؟ تي 12. حد فاكر كنا بنجيب الاكشن بتاع العضلة ازاي؟ اوكي طب الانسيرشن اهو والاورجن اهو والانسيرشن اهو والاورجن اهو والانسيرشن اهو والاورجن اهو. يعني يا دكتور لو شديت كده هطلع فوق ولو شديت كده هنزل تحت. والله معاك حق. خلاص نشغلها فايبر بقى يا جماعة. لو الابر فايبر اشتغلت هتعمل اليفيجن. شد الانسيرشن ناحية القرش. لو اللور فايبر اشتغلت تعمل تفرش. اي طب لو العضلة بقى خاصة الفايبر اللي في النص اشتغلت. خدي بقى انت فاكر ان الاسكابيولا موجودة ورا والسباين موجودة ورا، هل الاتنين في نفس الليفل بالسنتي؟ حد يعرف يقول لي مين ورا اكتر من مين؟ ما تنساش اللي انت شايفه ده عضلات على الاسكابيولا. اصل انت ممكن تحسبها لي وتقول لي تخين. لا لو اتكلمنا عن اللي ورا اكتر السباين، معنى كده ان الاسكابيولا قدام سنه، يبقى الانسيرشن قدام والاورجن ورا. معنى كده ان الاسكابيولا القدام هترجع ورا. حد فاكر رجوع الاسكابيولا ورا كنا بنسميه ريتراكشن؟ حد فاكر حركتها لقدام كنا بنسميها ايه؟ روتراكشن. اذا العضله ليها ثلاثه اكشن. لو دوم اشتغلوا تعمل اليفيشن، لو دوم اشتغلوا تعمل ديبريشن، لو العضله اشتغلت على بعضها وخاصة. ما يا جماعه لو العضله اشتغلت على بعضها ولا هيحصل اليفيجن ولا ديبريشن، هيضربوا بعض. لازم تعرف ان السباين ولا الاسكابيولا بحاجات بسيطه. اديك مثال تاني عشان بس اكد لك المعلومه. مش انت عندك صف اسنان فوق وصف اسنان تحت الاثنين ات ذا سيم ليفل يا جماعه؟ لا. طب مين ورا؟ محدش حرك بقه في الريستنج. اللي تحت ورا بمليمتر. نفس الفكره بس انا لقيت كلمه غريبه قوي مش فاهمها. بيقول وما بتترجمش العضله بتعمل بريس باك.
عمرنا ما سمعنا عنها. افرس بجري العضلة عملت ريتراكشن ولا لا؟ عمل. هو انت عندك واحدة ترابيزيوس ولا اتنين؟ واحدة هنا واحدة هنا. لو الاتنين اشتغلوا اتزاسم طيب كده عظمتين الاسكابيولا هيحصل لهم ريتراكشن. تعالى كده اما نشوف اما بيحصل لهم ريتراكشن اتزاسم طيب هيبعدوا عن بعض ولا يقربوا من بعض؟ تعالوا كده يا جماعه نشوف. انا هعمل ريتراكشن للاتنين اتزاسم طيب بعدوا ولا قربوا؟ قربوا. كاننا حزمنا السوركس. اما العظمتين قربوا ده اسمه بريسبك. يبقى لو قال لك بريسبك يعني ايه؟ اديله ظهرك وقول له يا واد بقول لك يعني ايه؟ بريسبك يعني ايه؟ لازم العضلتين يشتغل اتزاسيم طيب والاتنين كل واحدة تعمل ريتراكشن. كده العظمتين يقربوا ولا يبعدوا؟ انتوا شفتوهم ان هما قربوا اهو. ده اسمه ايه يا شباب؟ بريسبك. عندي عضلات هي اقسم بالله شويه عضلات ايه النهارده، بس اقول لك والله العظيم ممكن يبقى ليهم حل. اقول لك حل دي في ايه؟ لا تعامل مع اللمبر فيرتبري انت عارف احنا هنعمل ايه واحنا بنعلم؟ هنقول انها تحت الدماغ، يبقى لازم تاخد حته من الدماغ وسبلايت بنرفع على علاقه بالدماغ، وهنكتب ان الاقرب 12 بس ما ينفعش لانه مسؤول عن اللسان، فما فيش قصادي غير اللي بيضيع فلوسه على الهلس اسمه اكسسوري. وطلعت العضله الوحيده اللي ما بتاخدش من بريكيال بريكسس الوحيده طلع اسمها ايه يا جماعه؟ ما تقلقوش عمر ما الامتحان يجي كده يا جماعه، مستحيل كده الناس مش هتطلع حاجه فاكيد. والامتحان هيجي حلو والدكتور محي وعد بحاجات كويسه، بس انتوا تذاكروا بس. دلوقتي حد فاكر كلمه الله الله في البوستيريور كورد بتاع البريكيال بريكسس حرف الان كان اسمه نيرف تو ايه؟ حد فاكر لاتسمس يعني ايه؟ اظن لما اشرح اللاتسمس دورساي لازم تبقى منتشره. لو ما طلعتش يا جماعه منتشره يبقى انا بضحك عليكم. يعني لو قلت لك هتطلع من هنا هو مش ايه؟ قول لي يا دكتور انت بتهزر. أول حاجة في العضلة أعرف مكانها قبل ما أسافر. أقول لك هي فين؟ في نص السوركس بالظبط. خد بالك من نص السوركس دي. دكتور أنت عارف أنت بتقول إيه؟ أه عارف. في نص السوركس، إيه المشكلة؟ المضيع دكتور تبقى منتشرة أكتر منك راح على الرقبة والراسنا وزي الفل أهي. استمر يا عم بس شوية. حاضر. أنا قلت في نص السوركس بالظبط وتحديدا النصف السفلي. طب ما دام في النص السفلي ينفع اطلع من السهات يا جماعه؟ مستحيل. ينفع اطلع
من تي واحد وتي أربعة والكلام ده برضو لا، ده بص الصور، هو الثراسك فيرتبري كام واحد؟ يبقى انت تاخد من الستة اللي تحت. اخرج مكان العضلة قال كده. على فكرة يا دكتور، معنى كلامك ان هيحصل تداخل بين العضلتين. طب ما يحصل. هاخد من الستة اللي تحت. اهو. دكتور انت كده منتشر. كده دكتور مش مكسوف من اللي فوق. العضلة مش مكسوفة من نفسها. عمالة تقول انا منتشرة. هو بص بتزلها. وانت اللي منتشرة. زي واحد يقول لك انا فاهم كل حاجه، هو مش فاهم حاجه خالص خالص. لازم اتصرف، لازم احقق اسمها هي في ورطه. هو انا هشتغل كل الثراسك فيرتبري ولا اخر سته؟ لان هي بدات فين بالظبط؟ في نص الصوره السفلي بالظبط. بس انا اعرف ان الثراث الفرتبري كان بيمسك فيها طوع. صح، في ربس بتمسك في الفرتبري. هنعرف اخر ثلاثه او اخر اربعه، ممكن كده وممكن كده. يعني حاجه الضلع رقم تسعه وعشره و11 و12 برضه يا دكتور، يعني اعذرني برضه لسه بدري. لسه بدري صح. ده اول بورشن من السباين بتاع اخر ست. انت عايز تزود من اخر ثلاث او اربع ضلوع. 9 10 11 12 او 10 11 12. لا برضه يا دكتور مش كفايه. طب انا هجيب لك منين ان شاء الله؟ مش لا، ما عادش عندي حاجه هنا. قال لي حد يعرف الانجل دي في الاسكابيولا اسمها ايه؟ وانت ماشي بعدي عليها، خد لك حته. حاضر. لا بدري قوي يا دكتور بصراحة. لا يا دكتور دي محاولات يائسة. اللي انت بتعمله ده هزار. فين العضلة اللي كبرت؟ طب ما انا يا ابني طلعت من ثلاثة قرشه، انت هتنهب. طب وانت ايه اللي خلاك تسميها لا تسمص بقى؟ يعني يا جماعة مش عاجبكوا آخر ستة ولا آخر تلات أربع ضلوع؟ ده وأنا معدي يعني المفروض ما كنتش آخد منها. ده أنا اللي خبطت فيها كده. قلت لها هاتي شوية فايبر يا انفيريور أنجل. طب والحاج؟ أنا قلت في تعامل مع اللمبر فيرتبري. بس مر تتعامل مع حاجة ماسكة في اللمبر فيرتبري. الحاجة هي الحل. ما انا مش عارف اشتغل يا جماعة. عندي فاشية، خد بالك من كلمة فاشية، منتشر فاشي ماسكة في اللمبر فيرتبري وفي الثوراسيك فيرتبري. لو انت طلعت من الفاشية دي، عارف كمية الفايبر اللي هنا هتبقى قد ايه؟ بالهبل. فاشية ماسك في اللمبر فيرتبري والثوراسيك فيرتبري، وهناخدها في الابدومين بالتفصيل. اقول لكم هسميها ايه يا جماعة؟ سوراكو لمبر فاشية. مش هي ماسكه في اللمبر وفي الثراسيك
ويبقى كده العضلة منتشرة، وكده العضلة خدت من 4 أورجان. قد كده معايا؟ اخر شوية فرتبري، اخر 6، اخر 3-4 ضلوع، الانفيريور هانجل، كل ده حقلك الانتشار خالص. اذا الحل في الفاشيا اللي هنا، اللي بين اللمبر والثوراسيك، اللي اسمها سوراكو لمبر فاشيا. طب يا دكتور، يعني حضرتك بالنسبة للإنسيرشن، لا ابعد على قد ما تقدر. اه والله، مش انت عايز تنتشر، ابعد على قد ما تقدر. ما تبعد يا دكتور وامسك في حضرتك في الاسكابيولا. طب ما انت تقدر تبعد اكتر. مش الاسكابيولا بيمسك فيها عظمة اسمها هيومرس اهي. خلاص يا دكتور امسك في الهيومرس ما تزعلش. طب لو انتشر اكتر امسك في الهيومرس من ورا ولا من قدام؟ من قدام العند ده. وفعلا كنا خدنا قدام جروف له شفتان، بايسبيتال جروف، البكتوراليس ميجور كانت ماسكه في اللاترال ليب. العضله هتمسك، بصوا يا جماعه هرسم ازاي العضله اهي زي الفل اهي. استنوا بقى مزود لها الفايبر شويه. هطلع قدام ارسمها سليمه ولا منحطه لغايه ما اوصل للفلور بتاع البايسيبيتال جروف. وكده اللي عايز يتعامل مع الجروف بعد كده مفيش قصاده غير الميديال ليب. اللاترال ليب خلص بالفيكتوراليس ميجور، والفلور خلص باللاتسماس دورسال. العضله المفروض بقى املى الحته دي فايبر. حد يقدر يقول لي المفروض املاها ليه؟ عشان فاشيه اسمها ايه؟ لا لا مش سامع. لا ايه سوراكو لمبر فاشيه دي؟ فاشيه هو يا جماعه معنى ان انا قلت لا تعامل مع اللمبر، بس ممكن اتعامل مع حاجه ماسكه في اللمبر. ده اللي حصل. انا لا اتعامل مع اللمبر فرتبري، ولكن تم التعامل مع العضلات او الفاشيه اللي ماسكه في الفرتبري اللي اسمها سوراكو لمبر فاشيا. عايز تذاكر العضلات دي كويس؟ اعرف الكلمات اللي انا استخدمتها وارسمها بايدك. انت اللي طلع الفايبر. زي انا بدات يا جماعه ما معيش حاجه خالص. الاماكن فرقت معايا. الاماكن، حتى في اغنيه اسمها الاماكن بتاعت مين الاغنيه؟ ما شاء الله ما شاء الله يا اخي. فاكر تديني حته كده في اللاتسماس؟ حته اللاتسماس، حد يعرف النيرف سبلاي بتاع اللاتسماس؟ نيرف تولا كان ليه اسم تاني. ايوه
كان اسمه سوراكو دورسا. شفتوا بقى صبلايه بالبريكيا البريكسس ولا لا؟ الوحيده اللي لا مين؟ الترابيزيس. مين رائع؟ رائع. خد بالك، خدوا بالكم يا جماعه، الاورجن ورا والانسرشن قدام. انا شد الانسرشن اللي قدام ناحيه الاورجن اللي ورا، يحصل فليكشن ولا اكستنشن؟ اكستنشن. طب يحصل ادكشن ولا ابدكشن؟ ادكشن. وهتفق معاكم اتفاق من الاخر خالص بقى، هتفق معاكم من الاخر. اللي هيمسك في الهيومرس من قدام هيعمل ادكشن وميديال روتيشن من الاخر، واللي مش مصدق يشوف البكتوراليس ميجور. كانت ماسكه من قدام وعملت ادكشن وميديال روتيشن، ودي برضه ماسكه من قدام برضه هتعمل ادكشن وميديال ايه يا جماعه؟ روتيشن. رائع، حلوه قوي قوي قوي. حد يقدر يزود اكشن؟ الريبس. قول اي عضله ماسكه في الضلوع تساعد في الانسبيريشن ما عدا واحده. هي دي الواحدة، هي دي الواحدة. يا شيء ده غبي، يا غباء يا باري. الوحيدة التي تساعد في الاكسبيريشن. بعد كده لقيته بيقول لي حتة مش عارف احفظها خالص، معناها على السطورة. والله بيقول لي في مثلث، لو حبيت تسمع اصوات الرئه بالسماعه يا ريتك تحط السماعه في المثلث. قلت له ليه؟ قال لي اصل المثلث ده ما فيهوش عضلات. فكده انت تسمع حلو. حد يعرف يطلع المثلث؟ حد يعرف يقول لي حدود المثلث؟ ما بين اللاتسموس والترابيزياس والميديا بوردر بتاع الاسكابيول. ادي خمس سطور ببلاش للي ذاكر بالرسمه يا جماعه. يعني ارسم لك المثلث في رسمه والعضلات في رسمه وانت تشرب الاثنين، ما بنفس المثلث طلع لوحده لوحده. حد يعرف يقول لي استخدام السماعه يعني ايه؟ انا عايز اسمع اي حاجه. طب السماعه يعني ايه؟ طب يعني ايه يعني ايه؟ سماعه اوسكالتيشن. عشان كده هذا المثلث يسمى تريانجل اوف اوسكالتيشن. تريانجل اوف اوسكالتيشن وما بيتذاكرش. انا اللي بستنتجه يا جماعه، ذاكر انتوا بتهزروا؟ ما طلع قصاد عيني اهو. بتبدا تحت الدماغ، دي بتبدا في نص السرك السفلي المنتشر. قال اجيب لها طلوع مش نافع، اجيب لها انجل مش نافع. حد يقدر يقول لي اللي ينفعني ايه؟
السراج لمبر فش، ومن كتر انتشارها ما رضيتش تمسك في الاسكان. قالت انا همسك في الهيوم. خلاص بقى في الهيومرس من ورا بقى، ما احنا كلنا ورا. لا هطلع قدام. وطلع ومسكت في الفرور بتاع مين يا جماعه؟ البايسيبيتال. اذا في كلمات ممكن تسهل عليا كتير يا جماعه والله، لو ما عرفتهاش حتى بتبدا تحت الدماغ وسبلايت بعصب دماغي، وليس 12 ولكنه 11. اللي بيضيع فلوسه على الهلس اللي اسمه اكسسوري. دلوقتي هختق مين العضله الوحيده اللي في القمر اللي ماسكه في الضلوع وبتساعد في الاكسبيريشن. مين الوحيده اللي في القمر اللي مش سبلاير في البريكيال بلكسس الترابيزيس، لانها سبلاير بمين يا جماعه؟ بالاكسسوري. وانا في بقى التلات عضلات مش هياخدوا مني دقايق، خلاص الحصه تقريبا خلصت. بجد والله ما هياخدوا دقايق. شوف احنا خدنا في عضلتين 10 ساعات وهناخد في ده. ما يا جماعه العضلات انواع، في عضلات كده جواد ناس. اقلب ثانيه فين؟ قال من هنا. يا لهوي ايه ده؟ وقال من ده باي، وهنا وهنا وهنا. طبعا ثلاث عضلات هسأل فيهم السؤال أنا شرحته من شوية. اللي هيقوله هديله 5 جنيه على الصبح كده. 5 جنيه على الصبح. شوف أنت بقى من الأثرياء ولا إيه نظامك بالظبط؟ حد يقدر يقول اول فقره في السوق في الرقبه سي كام؟ واحد. وقول ده طبعا ده مش السؤال. وقول اللي في خط النص بالظبط اللي انا بتعامل معاه هو السباين. وكتب سي واحد سي اتنين 3 4 5 6 7 T1 T2 T3 T4 كفايه كده يا دكتور ادوس ايدك، خلاص عارفين احنا الارقام. اوكي انت عارف. وبعد كده كون يرسم السباير، يبقى ده خط النص، يبقى هنا او هنا هلاقي عظمة الاسكابيولا. هي اللي جنبيه على طول. رسم عظمة الاسكابيولا اهي. كده انا رسمت من ورا يا جماعة. ايه اللي يأكد ان انا رسمت من ورا؟ رسمت السباين اهو. حد يقدر يقول البوردر دي في الاسكابيولا اسميها ايه؟ ميديال بوردر. الحته دي في الاسكابيولا ده ايه؟ بدايه السباين اسمها روت اوف سباين. يبقى بداية السباين اسمها روح. التلات عضلات دول لازم يتذاكروا حزمة واحدة. لا يمكن اذاكر واحدة، لا يمكن انسى.
وقبل ما اشتغل قل لا تعامل في الأبر مع اللمبر فيرتبري. حصل؟ وحقه لا تعامل مع سي خمسة فيرتبري. دكتور ما هو البريكيال بلكسس كان طالع من سي خمسة يا ابني، دي فيرتبري يا ابني، ده سبايلر نيرف. انا كلامي صريح يا جماعه، بقول لك لا تعامل مع سي خمسة فيرتبري. واللي مش مصدق، انا في الترابيزيوس طلعت من سي خمسة. طب لا ليه؟ كان في ليجامنت مغطي من فين لفين، واحد اسمه نيوكال ليجامنت، وقلت نيوكال يعني ايه؟ قفل. اذا انسى خمسة. انا عايز اشرح كم عضلة يا جماعة؟ ثلاثة. أول واحدة، خد بالك أنا لسه ما قلتش أسماء العضلات وشيلها غير في الآخر. أول واحدة هتطلع من أول أربعة. اللي بعد كده، ما إحنا طنشنا خمسة بقى من التلاتة اللي عليهم الدور. اللي بعد كده من الأربعة اللي عليهم الدور. يبقى هذاكر التلات عضلات أربعة تلاتة أربعة. بس الأول تشطب لي سي كام؟ خمسة. حد معترض على حاجة؟ صحيح. يا دي الاحراج. استنى اشوف له حل، حتى لو اي حل وخلاص، وانت ما تدققوش. فعلا انا قلت ما ينفعش اطلع حتى من الارقام دي، لان يا دكتور الارقام دي عليها ليجامين اسمه نيوكال ليجامين. انت غيرت رايك ليه يا دكتور؟ ومين قال لكم ان انا في الارقام دي هطلع من السباي؟ هطلع من الحقن. فاكر واحد فين؟ مش يا جماعه، زي ما في سباين في ترانسفيرس بروسيس. أنا قلت الترانسفيرس بروسيس حرام، وهحفظها بطريقة أفضل دلوقتي. بس شفت بقى الفهم بقى، شفت في ناس ما بتدققش، وأنا هعرف أكتر من كده. من سي واحد، من سي واحد، من سي ستة، ستة. خلي عندك فكر. طب ما أنا كان ممكن أضحك عليك وابقى كده عرضت نفسي. اذا كان انا قلت لك لا عشان في لجنة، يبقى اكيد دوم سبايل ودوم سبايل، انما ده ايه يا جماعه؟ ترانسفيرس بروسس. واحفظها بطريقه افضل دلوقتي. كده انا عرفت الاورشن بتاع التلاتة. الانسيرشن اقرب لهم الميديال بورتر. اول واحده تمسك كده، كده مسكت في الميديال بوردر كله. لا، من اول السبيريور انجل لغايه بدايه الروت. الثانيه في الروت بس. الثالثه من نهاية الروت لغاية الانفيريور اند. ادي تلات عضلات لازم يتذاكروا حزمة واحدة. انسى
وما تنساش تطنش سي خمسة. هو أنا يا جماعة أول عضلة لو شدت الانسيرشن ناحية الأورجن الاسكابيولا تطلع لفوق ولا لتحت؟ لفوق. اسمها رافعة الاسكابيولا. وكلمة رافعة ليفيتور اسكابيولا. احنا قلنا كلمة رافعة يعني ايه؟ هو انا هطلع من السباين ولا من الترانس فيرس بروسيس؟ هحط نقطة تحت حرف الفي ليها معنى التعامل مع الترانس فيرس بروسيس وليس السباين. طب ودي ودي هو يا جماعة الأكبر الخضرة ولا الزرقاء؟ يبقى الخضرة اسمها مينور والخضرة والزرقاء ميجور. خدناهم. حد فاكر برانشات الروت بتاعت البريكيال بلكسس أما قلنا خلف اللوح طويل، خلف اللوح كان دورسال سكابيولار وصبلاي عضلات اسمها رومبويتاس. ايدي رومبويتاس مينور ودي رومبويتاس ايه يا جماعة؟ ميجور. اسمها رومبويتاس بتبدأ بحرف طار يعني هتعمل ريتراكشن. طب افرض العضلات الناحيه دي اشتغلت مع الناحيه دي تعمل ريتراكشن ولا تعمل حركه اسمها ايه؟ بريسبك. لازم اذاكر العضلات دي حزمه واحده، لازم اذاكرها حزمه واحده وبالرسم واستخدم الكلمات المتفق عليها. افتح